السلام عليكم. احنا هنبتدي محاضرة من المحاضرات المهمة عندنا اللي هي تبع الرول في فيزيكال ثيرابي ان تريتنج انفيرتيليتي. زي ما احنا اتكلمنا قبل كده على الانفيرتيليتي وانواعها والتايبس بتاعتها، وانا من ضمن الكورس في انفيرتيليتي الانتوميتريوس هنبتدي نتكلم على الرول فيزيكال ثيرابي في حالات الاندوميتريوسيس. عشان نبتدي نتكلم على الاندوميتريوسيس لازم نعرفه هو عباره عن ايه. اول حاجه، الاندوميتريوسيس ده حاجه من الابنورماليتيز بتاعه الاندوكراينال، فبنقول عندنا هنا هو عباره عن حاجه كرونيك، مش بتيجي مره وتروح، لا هي كرونيك كونديشن. احنا عارفين ان الاندوميتريوم ده نورمال لايننج تيشو. طب اما يبتدي يحصل لي، وده المفروض ان هو موجود فين؟ جوه اليوترس. في حالات الانديوميتريوس الانديوميتريال تيشو ده بيحصل له مايجريشن، بيخرج بره اليوترس كده، بيخرج من السيرفكس اوتسايد اليوترس، ويبتدي يعمل ايه؟ يبتدي يخرج من السيرفكس او من الفاليبيان تيوبس على فكره، ماشي. يبتدي يحصل له امبلانتيشن، ماشي، فين؟ في اللايننج تيشو اللي موجوده في البلفيك كافيتي، اللي هي عباره عن عندي زي ايه مثلا للابدومينال كافيتي والانترنال اورجانز بتاعه البلفس زي الاوفري، او ممكن ياخد امبلانتد في الفاليبين تيوبس او اراوند البلادر هنا او اراوند الريكتم. يبقى عندنا هنا عباره عن كورنيك كونديشن فيها الاندوميتريال لايننج ده بيمايجريت outside اليوترس، ماشي، عشان يبقى implanted فين، يبقى attached فين، attached لي البلفك organs اللي هي ممكن تبقى الأوفري، ممكن يبقى الفاليبيان تيوب، ممكن يبقى around البلادر، ممكن يبقى around البول فانكشن أو اللي هي الريكتا. طيب الانتوميتريوسيس ده احنا قلنا انه هو ديزيز من الريبروتكتف years، بيحصل في الريبروتكتف years، وقلنا ان هو نسبته عادية بتوصل لحوالي 10% من الفيميلز اللي عندنا اثناء هذه المرحلة. طب لكن الستاتستكس اللي موجودة في الليتريتشر بتاعتنا ما بتعرفناش هو نسبته قد ايه، لان في عدد كبير من الستات بيرمين بيتنهم بدون اي اعراض عليهم، ماشي، فبالتبعية الاحصائيات مش مظبوطة بالنسبة للمرض ده. بيحصل ازاي باثوجينيسيس بتاعته؟ احنا بنقول في حالات الاندوميتريوسيس، ماشي، الاندوميتريال تيشو اللي خرج ده بره اليوترس، ماشي، بيتاثر بالهرمونز. مش احنا كل شهر بيحصل منستيرا سايكل؟ الهرمونز دي مش بتاثر على الاندوميتريوم بس، لا ده الاندوميتريال تيشو كمان اللي خرج بره اليوترس من الدوره اللي قبلها، ماشي، وبقى موجود بره مع كل دوره بيبتدي يحصل له ايه، يحصل له سيكنس، وبرده يبتدي يعمل ايه، بريك داون تاني ويبتدي بليد، والتيشو اللي بره ده كمان بيبقى بردك افكتد معايا. البلد ده احنا قلنا ان هو بيخرج بره اليوترس فبيبقى امبلانتد بره. البلد ده اللي هو الاندوميتريال تيشو ده هو عباره عن، او الجزء اللي خرج ده هو عباره عن بلد، هل في بلد كابيلز هتخرجه؟ لا، ده هو خرج في كافيتي اللي هي عباره عن الاريا اللي حوالين اللي بره اليوترس اللي هي في البلفك كافيتي، وبالتبعيه هيتنوا ترابت جوه هذه الاريا، فبيعمل لي ايه، يا اما يكون لي سيستات، السيست دي تعمل لي سكار تيشو، تعمل لي اديشنز، وفي الاخر العينه دي تكمبلين من ان هي عندها انفيرتيليتي، او التراب دي بلاد ده اللي موجود بره ده في الكافيتي وده لسه في الاول يعمل لي اريتيشن للسراوندنج تيشو ويسبب لي بين. يبقى تاني في حالات الاندوميتريوسيس احنا عارفين ان في بيريود بتحصل مع كل منستيريال سايكل، في بعض من الاندوميتريال تيشو اللي جوه اليوترس بيخرج بره، بيحصل له سيكنينج ويبتدي يحصل له بريكنج داون ويحصل بليدنج مع كل دوره شهريه. البلاد ده بيتنوا اكزيست، بيكرر شهريا، عشان كده هو كل شهر بيزيد الكميه اللي بره، ما بتبقاش كده، بيتنوا ترابت.
الترابنج ده يا اما يعمل اريتيشن للسراوندنج تيشو يضغط عليها فيعملها اريتيشن، او ان هو يكون لي سيست، وغالبا السيست اللي بتكون هنا حاجه اسمها شكل السيست ماشي، فتعمل لي سكار فورميشن واديشنز. السكار فورميشن والاديشن طب لو خدت الفالوبيان تيوب يبقى هتدخلني في الفيرتيلتي، مش بس على قد كده لا، ده هو ممكن يعمل كمان يعمل لي اديشنز اراوند اليوترس فيمنع الحمل او يمنع ان يكمل الحمل. بنقول عندنا الاديشنز دي اللي كونت بره هنا دي عملت لي ايه بقى؟ عملت لي اللي بين التيشو كده نتيجه الاندوميتريوسيس، عملت لي تشينج في الانترنال اناتومي بتاعت مين؟ بتاعت الاورجنز اللي جوه البلفس، فبتوصل لي البلفس ان هي تمسكه فتوصله لي وات وي كول، بيسموها بتوع الناس يقول لك حصل فروزن بلفس. ليه؟ لان اديشنز ربطت الاوفري بالفالوبيان تيوبس ومسكته ممكن باليوترس بالبلادر ممكن كمان من ورا مثلا بالريكتوم، فعملت لك شبكتهم في بعضيهم باديشن. الاديشن دي وصلتني ل وات وي كول فروزن بلفس. طب الاورجن ده اللي هو اليوترس لو هو مش هيقدر يتحرك بهارموني زي ما كان بيقدر يتحرك في الوقت العادي اما ما يبقاش فيه اديشن، هيعمل لي ايه بقى؟ هيعمل لي فيكس بوينت، ويبتدي البوينت دي اللي هو ماسك فيها اليوترس هنا يبتدي يعمل لي بوينت اوف تنشن، تعمل لي فورسنج للبادي اوف ذا يوترس تو موف اراوند ات، يلف حوالين نفسه ماشي. الكرونيك اريتيشن اللي بتحصل من البلاد ده اللي هو موجود عندي اللي خرج اللي هو الاندوميتريال تيشو دي هتعمل لي ايه بقى؟ هتأدي لي ان هي توريني ان ده البيهيفير بتاع البيهيفير اللي بيشتغل بيها الديزيز والديسفانكشن اللي هتحصل، لان انا مش مجرد ان انا غيرت البوزيشن لا، ده كمان بص شايفين احنا كان فاكرين احنا بنقول اليوترس ده بيبقى انتي فيرتد انتي فليكسد ماشي، لا ده عمل لي بيهيفير حركولي ممكن لورا لاي وضع تاني، غير الميكانيكس بتاعه البلادر الريكتم ذات نفسه ماشي، وغير لي الكلام ده، فبالتبعيه كل الميكانيكس بتاعه الاريا بتاعه البلفيك اورجنز اتغيرت. طب العيانه دي هتشتكي من ايه؟ فبنقول عندنا اول حاجه هي عندها ديسمينوريا، عندها بينفول بيريودز. عيانين الديسمينوريا يا جماعه عشان نبقى فاهمين حاجه مهمه جدا، بيوصلوا لمرحله ان هي ما تخرجش من بيتها من السيفيريتي بتاعه البين، خلاص دي اول حاجه. لو هي مرت بتبقى دايما عندها بين مع الانتركورس، انت عندك جوه في اديجن فالاريا بتاعه الديستنشن بتاع الفاجين ما بيبقاش ايبل، بالاضافه لحاجه تانية اي بريشر في عمليه الانتركورس على السيرفكس هيبقى سو بينفول بالنسبه للبيشنت. طب ايه كمان؟ ده لو حصلت الاديشنز دي وعملت لي اراوند الباول على الاريا بتاعه الريكتوم او على البلادر، فهتبقى في عندي بين مع سواء اليورينيشن او الديفيكيشن، خلاص. النقطه المهمه قوي ان حالات الانديميتريوزس ممكن يبقى عندها مينوراجيا او مينومتروراجيا، يعني عندها لخبطه في الدوره وزياده في كميات قوي ماشي. في حاجه كمان مهمه قوي، عيانين الانديميتريوزس اكتر من 30% منهم بيبقى عندهم انفيرتيلتي بسبب نسبه 30%. النقطه الاساسيه كمان ان العيانين دول بيبقى عندهم اساسيت سيمتومز زي الفتيك، بتبقى تتعب بسرعه جدا، عندها دايريا لان هي بالنسبه ليها ممكن يظهر على صوره ان هي عندها دايريا او عندها كونستيبيشن، لان احنا بنقول الباول فانكشن بتاعتنا هتبقى افكتد، عندها بلوتينج، عندها غازات جامده دايما، عندها نوزيا ماشي. الحاجات دي هتبقى اجريفيتد اكتر امتى؟ مع المستيريال سايكل في الفتره بتاعت البريد. في مشكله عندنا مهمه قوي ان احنا بنقول ان عدد كبير جدا من حالات الانديوميتريسيس في الاول ماشي بيبقى في ميس دايجنوسس بالنسبه ليهم، لان هي بيبقى في اذر كوزس ممكن تزود لي تعمل لي البلفيك بين ده، زي عندنا ايه البي اي دي البلفيك انفلاماتوري ديزيز،
ممكن يديني نفس الاعراض اللي بيديها الانديومتريوس، لان البلفيك انفلاماتوري ديزيز في الاول ان هو بيبتدي بانفلاميشن لكن في الاخر بيهيرت بأديشنز او بسكار. الاوفيريان سيست، حالات السيست برضو ممكن تعمل لنا الماسيف تديني البين ده برضو. ايه كمان في بعض احيان وده كمان اكتر، حالات اللي عندهم البي اي اس اللي هي الريتبل باول سيندروم، ماشي، غالبا بيبقى فيه كونفيوجن بين حالات الانديومتريوزس بالذات لو كان عندها منفستيشن دايريا او كونستيبيشن او بلوتس او بنوزيا، فبيبقى عندهم دايما في مسليدنج او كونفيوزنج في بعض احمة الشخص على انها اي بي اس مع ان هي مش الريتبل باول سيندروم. خلاص، طيب الدياجنوزس بتاع الانديومتريوزس بيتم ازاي؟ في عندنا حاجات بتتم عن طريق باي مانوال اكزامينيشن وعن طريق انفستيجيشن. الاكزامينيشن دي مهمه قوي، اما بتاع النساء بيجي يعمل فبيبتدي يحس البلفس اليوترس بالبالبيشن في الاريا بتاعه الابدون، هلاقيه فيكسد وممكن يلاقيه انتيفيرتد او ريتروفيرتد. خلاص، كمان حاجه هيلاقي عندك تندر نيديولز ممكن يحسها في الدوغلاس باوش وفي اليوترس سيكرال ليجمنت بالبالبيشن. خلاص، ايه كمان؟ الاندوميتريوما اللي هنلاقيها ممكن على حوالين اليوترس او في الاليا بتاعت البلفس، نحس سيست كده موجوده، اندوميتريتك سيست موجوده، هنحسها بالذات في الحالات اللي هي السن او الفيري سن، هتحس في اللور عند الحريه بتاعت البلفس بلول امبلايكس وتاخد كده داون وورد في الاليا بتاعت البلفس ممكن تحسها. طب الانفستيجيشن ازاي هنشخص الحالات دي؟ في عندنا ثلاث حاجات. في عندنا حاجة لابوراتوري اللي هي CA125، وده هو ماركر انا عارفة ان هو للتيومر، بس في حالات الانديومتريوزس وجدوا ان هو بيبقى slightly elevated. النورمال بتاعه من 5-35 مايكرو بير مليليتر، غالبا احنا بنستخدمه وبتاع النساء بيستخدمه عشان يقدر يعمل فولو اب للحالات على اساس ان هو مع التريتمنت بيبتدي يقل، وعشان كمان حاجه لو الحاله هتقلب لحاجه كانسر فبتبتدي يبقى بيبتدي يزيد معاها. طب ايه تاني؟ الترانس فاجينال الالترا ساوند والام ار اي، دول الاثنين بيعملوا دياجنوستس بيها للشكل السيست اللي هي الاندوميتريوما او الاندوميتريتك سيست اللي بتتكون، وبالذات حتى لو كانت سمول صغيره قوي قوي قوي، بالذات الفاجينال الالترا ساوند، وبالذات لو هو كمان حقن بسبقه. ماشي، طب ايه تاني؟ اللابروسكوب، وده بيعتبر احنا بنقول عليه كلمه وبتوع الناس بيقولها ايه، الجولد ستاندرد فور ذا دياجنوز اند تريتمنت. يعني بتاع الناس لما بيدخل ويلاقي فيه اندوميتريوزس بيعمل بيه دياجنوز يحدد بيه الدرجه بتاعته، وفي نفس اللحظه ممكن يعمل اكسيجن في اثناء السيشن. طب اللابروسكوب ده قسموه او بيعملوا الدياجنوستس بتاعه ازاي؟ فقال لك ان الامريكان اسوشيشن بتاعه الريبرودكتيف ميديسن عملت عندنا بوينتس وقالت لنا في ستيجز للانديومتريوس، فقالت عندنا قسمته لاربعه ستيج. الستيج الاولانيه اللي هي المينيمال اندوميتريوس، ودي حددتها ان البيشنت ياخد من 1 لغايه 5 بوينت في السكيل بتاعنا، وهنقول السكيل ده بيتعمل ازاي. تاني ستيج ان هو يبقى مايلد اندوميتريوس، وده بيبقى من 6-15 بوينت على السكيل. المودريت بيبقى من 16-40. طب السيفيري اكتر من 40 بوينت. طب بيحددوها ازاي بقى البوينتس دي؟ فبيبص على كذا حاجه، بيبص على الامبلانتيشن بتاع الاندوميتريوس، هل هو سوبرفيشال ولا ديب، ويدي عليها سكيل ويدي عليها رقم. ماشي، السوبرفيشال ليها رقم والديب ليها رقم. السايز بتاعها بيديله رقم، بقى دي بوينت تانية. لو انا عندي وبالتبعية هنا لو في عندي اكتر من area involved، اكتر من area involved كل واحدة منهم بحددها على حدة هي superficial ولا deep والسايز بتاعها، وبديها numerical number وببتدي اجمع الارقام بتاعتي. طب لو في involvement للovaries ولا لا. النقطة التالتة كمان في التقييم بتاعي اللي بيدي عليها درجات، هل هو
الأديجنز دي الموجودة هل هي فيلمي ولا دنس، يعني حاجة خفيفة بسيطة وطرية، ولا دنس بقت أدهزف جامد قوي. كل دول بيبتدي يعمل لها كالكوليشن وبناء عليها يحسب العدد البوينت اللي موجودة عندي. خلاص، لو هي موجودة ممكن تبقى موجودة في الأوفري بس، يبقى هيديها واحد. طب ممكن تكون موجودة في الأوفري وموجودة كمان في الفالوبيان تيوب السايز بتاعها، يبتدي يعمل كالكوليشن بناء عليه يطلع الكالكوليشن بوينت اللي بيديها السكورينج. ماشي، بس في حاجة مهمة قوي، الكلاسيفيكيشن والسيمتومز اللي بتبقى موجودة في بعض أحيان بتبقى مش كورليتد مع السيفيرتي بتاع الديزيز. يعني في بعض أحيان حالات ممكن تبقى عندها سيفير إنديميتريوسيس لكن عندها بين بسيط قوي، أو ما عندهاش أي سيمتومز لغاية ما تبقى هي إنفيرتيليتي فراحت تعمل منظار فاكتشف أنها عندها. وحالات ممكن يكون عندها مايلد بسيطة قوي أو مينيمال خفيفة جدا جدا جدا، ماشي، بس جاي في أريا قريبة من نيرف روت فعملة لك انتنسف سيمتومز ومأثرة على الكواليتي فلايف لدرجة أنها مخليها قاعدة في البيت. وده ممكن بنلاقيها كمان في الحالات الفيرجن البنات الصغيرين. ماشي، طب التريتمنت بتاعنا، التريتمنت بيعتمد على السيفيرتي بتاعه الساينز والسيمبتومز، ده اول حاجه بتحدد. تاني حاجه بتحدد عندنا اللي هي الديزاير، هل الكيس دي عايزه تبقى فرتايل، عايزه تخلف ولا لا. دايما الاوبستريشن بيريكمند ان هم يشتغلوا بكونسرفاتيف تريتمنت قبل ما يعملوا سيرجري. السيرجري دي بيبتدوها اما يكون بقى كل حاجه فين يبتدي يدخلوها سيرجيكال. طب التريتمنت هيبقى ايه؟ هيشتغلوا على بين ميديكيشن، وغالبا بيشتغلوا بنون ستيرويدال انتي انفلاماتوري. طب ايه كمان؟ بيدوا هرمونالز ثيرابي، وغالبا هما بيدوا كونتراسبتيف بيلز. ليه؟ لان هما عايز يقلل عدد السايكلز وكميه البلد، فبالتبعيه يقلل الجروس ويمنع نيو امبلانت بالنسبه للانديميتريوس. ده اللي بيشتغلوا بيها. طب ايه تاني؟ يبتدي يشتغل كونسرفاتيف تريتمنت او كونسرفاتيف سيرجري، يدخلها لابروسكوب ويبتدي الدياجنوز ويعمل يشيل جزء من الاديشنز اللي موجودة فيقلل لها برضك المشكلة سواء البين أو الاديشنز الموجودة. النقطة التانية ان هو الفيرتيليتي تريتمنت عشان يعمل، لو عندي انفولفمنت للاديشنز واخدة الأوفري فبيبتدي يشتغل انفيترو فيرتيليزيشن، ماشي، يحفز عدد كبير من الأوفريز عشان يقدر ياخدهم ويعمل لهم بعد كده اللي هو طفل أنابيب. ماشي، ده طريقة. آخر حاجة يلجأ ليها بتاع النساء، الحالة دي الساينز عندها عالية قوي، سيمتومز عندها عالية جدا ومش عايزة تخلف خلاص من السيفيرتي بتاعت البين، يبتدي يعملها ريموفال للأوفري، ماشي، عشان يقللها عشان ما يبقاش في عندها بيريود هتيجي تحصل، فبالتبعيه يعمل يشيلها الاوفرز فما يبقاش فيها من سيرا سايكل وخلاص كده انتهى بالنسبه ليها البين الموجود. ماشي، ودي الورست كونديشن، بس هي دي الافكتيف تريتمنت والفاينل تريتمنت بالنسبه للحد. الحاجات اللي قبل كده دي كلها كونسرفاتيف ميجرز، وبرضك البيشنت بتريلابس وبترجع بسيفير انديميتريوس. طيب الفيزيكال ثيرابي مانجمنت، بنقول عندنا الفيزيكال ثيرابي مانجمنت هو بيعتبر انتجرال. انا بس ما اجي اعمله انا عايزه ايه من ايه؟ انا عايزه اقلل البين وعايزه نتيجه لهذا ازود الفانكشن كابابيلتي، وبالتبعيه انا عايزه بيتر كواليتي اوف لايف. يعني انا عايزه في الاول البين يقل وبناء الفانكشن كابابيلتي بتاعه البلفيك اورجنز تبقى كويسه، وبالتبعيه البيشنت دي او الست دي تبقى عندها جريتر كواليتي اوف لايف، تقدر تعيش حياتها براحه.
عشان نبقى واضحين مع بعض، حالات الاندوميتريوسيس يا جماعة بتوصل لمرحلة ان هي مش قادرة تنزل من بيتها، ممكن تبقى راقدة في السرير تماما من السيفيرتي بتاعت البي. طب هل احنا عندنا ميسوتس ممكن نحسن بيها البين وميسوت تانية نحسن فيها الكواليتي؟ اه، في عندي ميسوت ممكن استخدمها عشان البين، ودي انا غالبا بعلمها للبيشنت بتاعتي عشان تستخدمها. عندي التنس، وعندي الهوت باكس، وعندي الريلاكسيشن تكنيك، وعندي الاكيبانشو، وعندي النيوتريشن جايد، وعندنا الاكسرسايز. طب لو عندي لو انا التارجت بتاعي ان انا عايز اشتغل على اديشنز، فبنقول عندنا عندنا بعض التكنيك زي الورن ماشي، مانوال ثيرابي، وعندنا الالتراسان، وعندنا الهاي البلسد هاي انتنسيتي ليزر. طب احنا بنشتغل ايه هنا؟ بنقول عندنا التنس انا غالبا بستخدمه عشان اقلل الديسمينوريا اللي بتبقى موجوده مع الاندوميتريوس، اللي ممكن تخلي البنت او الست من دول تقعد الاسبوع بتاع البيريود ما بتنزلش من بيتها نهائي. وهنا ده الاستادي، كانت استادي في 2003، قالوا ان انا اما استخدمه التنس كان على اساس ان الحالات دي وصلت من كميه النون استرويدال انتي انفلاماتوري اللي خدت معدتها وتعبت جدا جدا، فقالوا ان هم اما عملوا التنس كان سيتابل والترناتيف وقلل الانتاج بتاع النون استرويدال، وبالتبعيه البيشنت قدرت تقلل البين بدون ما يبقى فيه مشاكل بالنسبه للشائكي بتاعتها. خلاص، بما ان احنا ده بين فبنشتغل بهاي فريكوانسي، وبنشتغل اتليست مثلا حوالي نص ساعة ماشي، والبيشنت غالبا بيتكرروا اكتر من مرة في اليوم. خلاص. طب ايه تاني؟ الاكيوبانشر، او الاكيوبريشر بياخدوا بنعمل اكيوبانشر كسيشن بالكتريك ستيميليشن على الميريديانز، بنحدد البوينت اللي بتعمل سبلاينج للاريا بتاعت البلفس ماشي، للبلفك اورجنز، وبنبتدي نشتغل عليها كبين، وبالذات عشان الحالات اللي بيبقى عندهم هم طبعا عشان نقلل الفيلينج بتاع الكورونيك بلفك بين اللي بيبقى موجود عند الحالات دي. خلاص، وبرده بنعمل الكتريك ستيميليشن ببلس، بتبقى عندنا ببرست كارنت، يعني بنشتغل بحوالي 2 هرتز، وبنشتغل اتليست نص ساعه الابلكيشن عشان اعمل كنترولنج للبين. خلاص، او بنعمل ستيميليشن على الاكوبانشر بوينت. خلاص، يبقى ده بالنسبة ليا كأكيوبانشر. الهوت باكس ماشي، وده نوع من أنواعها، وده الاندوميت باد دي نوع من أنواعها، بتديني سيرم الهيت ماشي، وبالتبعية هي بتعمل لي تيمبرري ريليف للديسكونفورت بتاعت البين اللي بتبقى موجودة، اللي هي اللي مسببها لنا مين؟ الاديشنز والاندوميتريوزيس والكرامبس بتاعت اللي هي الديسمينوريا ماشي. ده في 2005 قالوا ان هو الاندوميت دي او اللي هي الهوت باكس دي على وجه العموم، قالوا ان هي بتعتبر نون توكسيك ونون انفيزيف، وده حل بسيط قوي ممكن تستخدمه الومن حتى في البيت عندها وتربيت فترات طويله اكتر من مره في اليوم عشان يقلل لها البين اللي بيبقى مع الاندوميتريوسيس عشان تقدر، وده بيبقى تيمبرري ريليف. خلاص، عشان يقلل الانتاج برضك بتاع الادويه. طب برضو من الحاجات اللي احنا بنحاول نعملها اليوجا، او ان انا اعلمها ريلاكسيشن تكنيك. الاستاتس قالت ان اليوجا هي بتبقى افضل حاجه بالنسبه ليها ماشي، وبيبقى مهم قوي ان انا اعلمها ازاي تريلاكس لحاجه، لان هي من السيفير بين اللي بيبقى موجود عندها بتوصل لمرحلة ان هي تاخد باد بوتشرز، فانا عايزها تبقى ريلاكس عشان الباد بوتشر ده ما يبقاش ديفولمت وما تبقاش عندها مشاكل في البوتشر بتاعها. طبعا احنا ممكن نشتغل من بفاريس بوتشن، بعض احيان بنحط بعض بول بين التو سايز وتبتدي تعمل عليها، بنشتغل من فاريس بوتشنز ليها، وكل اللي يهمني ان انا اوصل بريلاكس للمسلز عشان اعمل بريك داون للبين سايكل. خلاص، يبقى ده بالنسبه لي كريلاكسيشن، وانا بعلمه لها
عشان هي تبتدي في الفترات اللي فيها سيفير بين، بدل ما تاخد abnormal butcher لا تاخد ideal butcher بالنسبة ليها. طيب ايه تاني؟ النيوتريشن. احنا مش بنقول ان endometriosis في blood بيبقى trapped جوه في cavity فبيبقى هو بيسبب inflammation وبعد كده يكون adhesions. طيب يبقى هو عبارة عن inflammatory condition. الاستاتيز قالت ان احنا مهم ان احنا نساين لحالات الانديوميتيوز انتي انفلاماتوري دايت وتبقى فيها كميه من الانتي اوكسيدنت ماشي في الدايت بتاعها، وخصوصا ان هي عندها كمان بيبقى بعض عدد كبير منهم بيبقى عندهم باول اللي هو الريتابل باول سيندروم، عندهم بين بيبقى الريتابيليتي بالنسبه للجي اي تي. فبنقول عندنا الدايت بتاعهم مهم قوي ان انا اديها كميه من الفروتس والفيجيتابلز، خلاص اديها كميه بروتين وبالذات الحاجات اللي فيها ابعد عن اللحوم، فاديها حاجات السلمون، اديها التركي، اديها التشيكن، اديها البينز، الصويا نوتس، الحاجات دي كلها بتبقى فيها كميه اوميجا 3 ودي هيلثي سورس ليها، وهيلثي عشان تديني كميه انتي اوكسيدنت كبيره عشان وجدوا ان هي بتقلل بي. وجدوا الحاجات اللي فيها كالسيوم وفيتامين اي ودي ومغنيسيوم بتحسن الفانكشنز بالنسبه للحالات دي. فبرضه بحاول يا اما ادي بيها سبلمنت او ادي دايت يكون ريتش فيها. طب ايه كمان؟ قالوا ان انا مهم قوي اقلل الكونسامشن بتاعه الانيمال فات، كل الفود اللي فيها كميه شوجر عاليه او تشوكليت او كافيين انتيك او الكحول لازم يبقوا ديكريس او يستوب. الاستادي اللي اتكلموا على الموضوع ده استادي اتعملت لمدة 30 سنة على حالات على 116 ألف سيدة ماشي، ووصلوا في النهاية للريكومنديشن دي في الدايت. يبقى الدايت بالنسبة لحالات الانديميتريوسس من الحاجات المهمة جدا ان يكون كل الكومبوننت بتاعته بتعتوي على انتي اوكسيدنت ماشي. طب ايه تاني ممكن نعمله؟ دي كانت استادي احنا عملناها. احنا بنقول ان عندنا حيانين ان حالات الانديميتريوسس دايما بتبقى واخده باد بوتشر ودايما عندهم، احنا عارفين ان هم عندهم بالفيكبين، احنا لقينا ان العيانين دول عندهم بوتشرال كيفوسس بالنسبه ليا. فكانت الفكره اللي احنا اشتغلنا عليها ان احنا نعمل بالنسبه ليهم ايروبيك اكسرسايزز ونشوف الايروبيك اكسرسايز هل هيأثر على البوتشر كيفوسس اللي حصل عندهم وعلى البلفك بين ده ولا لا. فطبعا خدنا عدد من الحالات واتعمل لهم بروجرام اوف اكسرسايزز ماشي، والبيبر دي على فكره منشوره في مجله ومعمول لها سيتيشن كتيره، منشوره في 2017 ماشي. وبدانا نبص على الحالات، اتعمل لهم لمدة 6 أسابيع البروجرام ده، وبدأنا نشوف الإمباكت بتاعة البروجرام ده. البروجرام ده كان بيتكون من إيه؟ Butcher Correction Exercises من Different Position، عملنا Diaphragmatic Collateral Coastal Breathing عشان أنا عايزة أجير Relaxation، عملنا General Relaxation عن طريق Teaching Muscle Sense و Diversion Direct عشان أنا عايزة أقلل السبازم الموجود في المسلز، بدأنا نعرفها بعض البوزيشنز زي الكروس سيتنج وده كان مهم قوي عشان أنا عايزة أوصل بيها. الحالات دي بيبقى عندهم دايما الدكتور سبازم وعندهم كده، فأنا كنت عايزة أوصلها إن تبقى ريلاكسد وتوصل بيا عشان أبتدي أعمل استرتش على الأريا بتاعت البرينية. كنا بنعمل مجموعة من الإكسرسايز للستريتشنج لللور باك وللأدكتور وللهامسترينج والبلفك فلور ماسلز ماشي. وطبعا كنا بنكونسنتريت في البوتشر على ان انا بعمل كوركشن الاكسرسايز كلها في الاكستنشن عشان انا عايزه اقل اشوف الايفكت بتاعه على الكيفوس. في الاخر كنا بنترمينيت البروجرام بتاعنا ده ب 20 دقيقه ووكينج على تريدميل كايروبيك اكسرسايز على اساس ان انا عايزه احسن الفنتيليشن بالنسبه ليها عشان تبتدي تاخد فول اكسباند وتبتدي تاخد الايركت بوتشر. عملنا البروجرام ده لمدة 8 أسابيع ماشي، وعملناه 3 مرات في الأسبوع. كانت النتيجة إن الحالات دول كنا من إسلوهم بالفورماتريك وجدنا تحسن كتير
الحالات دي تقريبا رجعت للنورمال بوتشر ماشي، والكيفوتيك انجلز بتاعتهم بدل ما كانت فوق الأربعين قلت تماما، وطبعا ريجينينج للنورمال بوتشر، البين اللي كان موجود عندهم قل. احنا عارفين طبعا ان اي اكسرسايز بيزود لنا البيتا اندورفين، بيزود لنا السيروتونين، وبالتبعية ده بيعتبر نوع من انواع السيداتيف فبيقلل البين. وطبعا الاكسرسايز اللي احنا عملناه عمل لنا سترينسينج، وفي جزء منها كان بيعمل لي ريلاكسيشن للسبازمد ماسلز، فبالتبعية حسن لي الكيفوتيك بوتشر اللي موجود عندي ماشي. يبقى انا لو دخلت عيان الانديوميتريوزس في بروجرام اوف اكسرسايز مهم قوي عشان احسن له البوتشر بتاعه، وبرده في نفس اللحظه هيقلل البين، بس مش هشتغل على الادش. طب ايه تاني؟ احنا مش قلنا الايم بتاعنا في جزء يخص البين وفي جزء يخص الادشنز. وارن ده دي هما راجل ومراته، هما الاثنين ده ألماني، هو ما كانش هو ما هي مراته هي الفيزيكال ثيرابيست اللي هي لورا، بس هي عندها انديوميتريوس، فجوزها من السيفيرتي بتاعت البين اللي هي كانت عندها في الأول، فبقت تحط أماكن إيديها في حتة معينة في الأريا بتاعت الأبدومين عشان تتك عليها عشان تقلل البين عندها، فبدأ جوزها ده يعمل ابليكيشن لستروكس عليها على الابدومين. الكلام ده من الثمانينات، وبداوا يعملوا سكول، بداوا بعد هو ما بدا يعمل ريبيتيشن للحاجات دي كلها، وجدوا ان البين اللي عند لورا دي اللي هي زوجته بدا يقل جامد قوي. مش بس قد كده، لا ده لقوا ان هو كمان الاديشنز بدات تقل، فبداوا يركزوا اكتر، وهي فيزيكال ثيرابيست، فبدأوا يركزوا ان هما يشوفوا الاستراكس دي بتتعمل ازاي ويعملوها، وتسجل التكنيك ده باسمهم، وليهم عدد كبير جدا من البابليكيشن. وهو بيعتمد على ان هو بيعمل ريليزنج للأديشنز ماشي، هو بيعمل استريتشنج للتايت اريا ماشي، بيحدد. مش احنا قلنا ان من ضمن الاكزامينيشن احنا بنعمل باي مانوال اكزامينيشن، ببتدي احدد البوينتس اللي فيها الأديشنز، هل هي around the uterus ولا في الفالوبيان تيوب ولا around the ovary، وبيبتدي يعمل نوع من أنواع المانيبوليشن، ويبتدي يعمل stretching للareas of adhesion، وبالتبعية يعمل decreasing للadhesions، وبالتبعية هيقلل البين وبيقلل وبيزود الموبيليتي بالنسبة للsoft tissue. خلاص، هو وارن وزوجته الاتنين قالوا ان هما بيوصلوا ان هي بيعملوا بريك داون للكروس لينك بتاعه الاديشنز دي ماشي، وبالتبعيه بيخيدوا فري موفمنت بالنسبه للانترنال اوركان، وبالتبعيه انا لما قللت البين اللي موجود قللت الاديشنز سوري، ده وحسنت الفانكشن ان اليوسس بدا يتحرك فريلي، الفالوبين تيوب، الاوفريز، حتى البلادر الريكتم، فقال لك ان ده بيرزلت في الاخر ان عندي في ديكريزنج في البين. التكنيك ده من الحاجات المهمه اللي اتمنى ان احنا ممكن في يوم من الايام نجيب ورن هنا في مصر هو وزوجته، ونحاول ناخد معاهم الكورس ده، لان هو دلوقتي هما من اشهر الناس اللي بيدوا الكورس ده على مستوى العالم. طبعا دي بعض الستاديز اللي هما اشتغلوا عليها وقالوا ان هي بتحسن الانفيرتيليتي، يعني الحالات دي طبعا انا لما هعمل بريك داون الاديشنز فهيتعمل لها انفيترو، فبيقولك ان هو بيحسن كمان الانفيترو فيرتيلايزيشن بالنسبه للحالات دي عن طريق المانيوال تكنيك، اللي هو زي ما احنا شايفين اللي هي بلاندا ولورنس اللي هو جوزها الاثنين. خلاص، طب ايه تاني ممكن نستخدمه؟ الالترا ساوند، ودي برده كانت استادي اتعملت عندنا بالاشتراك مع جامعة الأزهر، مع طب الأزهر، واشتغلنا الألتراساوند بالجهاز بتاعنا العادي ده، اشتغلناه على حوالي 24 حالة كان عندهم بلفيك بين، ومتشخصين باللابروسكوب ان هم عندهم مايلد تو مودريت اندوميتريوزيس. البيبر اللي احنا اشتغلنا عليها دي اتنشرت في الفيرتيليتي اند سيريلتي جورنال، و كانت النتائج بالنسبة لينا
انا هقول لك ان العيانين في الاول كانوا دايجنوست باللابروسكوب. انا هقول لك ان احنا بعد ما خلصنا ال 24 جلسه مع الحالات، الحالات رفضت تدخل تعمل عمليه، تدخل معانا تاني تعمل لابروسكوب. ليه؟ لان البين اللي كان موجود عندهم قل بصوره غير عاديه. مش بس على قد البين، لا ده كان في اوبجكتيف ميجر، احنا ما قدرناش نعمل لابروسكوب عشان نحدد الاديجنس لا ولا لا، فاضطرينا نعمل 3D التراساوند بصبغه وحققنا بضاي، وبصينا لقينا الاديجنس اللي كانت موجوده بريك داون. طب احنا كنا بنعمل التكنيك بتاعنا ازاي؟ احنا اللابروسكوب في الاول كان هو بيبقى محدد لنا السايتس بتاعت الاديجن، وممكن يبقى شايل جزء منها في اثناء اللابروسكوب بس مش بيقدر يشيل كله خلاص. فبدانا نعمل، وطبعا هو بيبقى مصور التقرير اللي بيبقى كاتبه على الريزيدوال مانيفيستيشن اللي موجوده عنده في اثناء اللابروسكوب. فبدانا نعمل ايه؟ قلنا ان احنا عايزين نشتغل على بريك داون للاديجن، فحددنا الارياز اللي ممكن تبقى فيها الانفولفمنت. وليكن عندي السوبرا بيوبيك ريجون لو عندي في اليوترس، الرايت او الليفت الياك فوسا ده عندي لو هو في الاوفري او قريب من الفاليبين تيوب، لو عندي في الدوغلاس باوش بشتغل على اللامبر ريجون. في حالات كان ممكن يبقى عندها جزئين، في حالات كان ممكن يبقى عندها كل الاماكن دي. طب احنا كنا بنعمل ايه بقى؟ كنا احنا بنستخدم فريكوانسي بتاعتنا 1 ميجا هرتز. في نقطة مهمة جدا، الحالات اللي احنا كنا بنشتغل عليها اللي عندها endometriosis دول كان دايما بنحب ان احنا بنشتغل بحالات سوسن رفيعين عشان يبقى البنتريشن بتاعتي بتاعت الالترا ساوند دي. وكنا بنشتغل بكونتينيوس مود خلاص، وكنا بنشتغل بانتنستي 1.5 واط بير سكوير سنتيمتر خلاص. وكنا بنعمل كل بوينت من دول بنعملها ألترا ساوند لمدة 15 دقيقة. في حالات ممكن ناخد أكتر من ساعة لأن في أكتر من أريا، في حالات كان ممكن يبقى نص ساعة على حسب الانفولفمنت بتاعنا اللي محدده اللابروسكوب خلاص. هتقولي في حتة مهمة قوي، احنا كنا احنا بنعمل الابليكيشن، العيانين كان طبعا الكونتينوس هيتنج اللي كان موجود هنا، احنا كنا بنحط كميات جل غير عاديه عشان السكن تمبريتشر ما تزيدش قوي. انا عايزه اوصل في الاخر، احنا عارفين ان الالترا ساوند الكونتينوس بتاع بتحول السوليد الاديجنت او الحاجه من ميوكوس بولوس اللي هي الميوكوبوليسكرايد والحاجات دي كلها بتحولها من سوليد ستيت انتو شيل ستيت، وبالتبعيه يبقى الليابيليتي الابزوربشن بتاعه الجزء بتاعه الاديجن هيبقى اسرع. التيشو عن طريق الليمفاتيك درينج وعن طريق السيستم بيبتدي يعمل ابزوربشن. الحالات دي انا مش هقول حاجه الا ان بقول لكم ان الحالات دي بعد ما خلصنا معاهم رفضوا جميعهم بالكامل ان هم يدخلوا لابروسكوب لانهم كانوا خايفين ان البين يرجع. عشان كده كان الدياجنوستس بتاعنا ليهم الكونفيرميشن ان الاديجنس دي راحت كان عندنا طريق الالترا ساوند. فالالترا ساوند بالنسبه لحالات الانديوميتيوزس سو افكتيف، بس هو بيبقى بيحتاج بريكوشنز انت بتعمل، يعني انت بتشتغل كونتينوس فالهيتنج بيبقى عالي قوي ماشي، ولازم تبقى محدد لك اللابروسكوب او حتى لو معمولها 4D الترا ساوند محدد الاريا بتاعه الاديجنس ماشي. والحالة دي ما بتاخدش جلسة واحدة، بتاخد جلسات كتيرة، بتاخد اتليست. انا عايزة اقول لكم على حاجة، ان في كذا حالة من الحالات دي بعد ما حصل ريليز للاديجنز اللي كانت موجودة كلها، دكاترة النساء في وحدة جمال ابو السرور في طب الازهر عملوا لهم انفيترو وحصل لهم حمل. صحيح هما في اول ترايل معاهم ما كملوش الحمل وحصل ابورشن بعد حوالي 3 شهور، وده كان نتيجة ان احنا كنا متخيلين ان اليوترس بقى يتحرك فريلي، بس ستيل كان في اديجنز لسه حواليه. فبعتولنا الحالات دي تاني، عملنا لها تاني مجموعة جلسات ورجعوا تاني عملوا الترايل بتاعت الانفيترو، وفي حالات منهم جت بريجننت مع ان هي ما كانش ممكن يحصل لها حمل نهائي. فالالترا ساوند بالنسبه لحالات
الاندوميتريوسس من الحاجات المهمة جدا 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 يا جماعة، ودي حاجة شغلنا. ماشي. طب ايه تاني ممكن نستخدمه؟ البلسط هاي انتنستي ليزر، ودي كانت استادي اتعملت، عملها بعض الزملاء من كلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة، بس هم عملوها في جامعة أم القرى في السعودية، وعملوها على حوالي 40 حالة. عملوها ان هم ادوا مجموعة اللي هو البلسط هاي انتنستي ليزر، ماشي، واستخدموها بفيزس معينة. استخدموا عندنا 3 فيزس في الابليكيشن بتاعهم، قالوا ان احنا بنعمل الفيزس دي، حددوها بان هم بيدوا الفيز الاولانية الليزر فلوينسي بتاعه او الانتنسي بتاعته كانت 510 جول بير سكوير سنتيمتر، ماشي، وبعد كده الفيز التانية عملوها 610، والفيز الثالثة 510، وبدأوا يعملوا، كان التوتال تايم بالنسبة ليهم كان حوالي 20 دقيقة، خلاص، وبالتبعية الأفريج التوتال بتاع الراديشن اللي عملوه كان حوالي 1300 جول، خلاص. وصلوا في الآخر قالوا إن هم كانوا بيعملوا الراديشن لحوالي 15 بوينت حددوهم على الأريا بتاعت البلفس، وبرضو كان اللي بيبقى جايدد ليهم اللابروسكوب اللي معمول للحالات. طب هم وجدوا إيه بعد ما عملوا؟ وجدوا بعد ما عملوا أما قاسوا تاني للحالات إن البين قل، وده كان حاجة من الحاجات المهمة جدا جدا. الحاجة التانية المهمة جدا إن العيانين دول برضك درجة الأديجنس أو ديجري بتاعت الانديوميتروزيس قلت، الحالات دي ديجري بتاعته والأديجنس قلت، الكواليتي اوف لايف بتاعت الحالات دي اتحسنت وبدأت تقدر تتحرك. هما استخدموا التكنيك ده برضو لمدة حوالي 8 أسابيع، وكانوا بيدوا 3 جلسات في الأسبوع، ماشي. فمعنى هذا إن الليزر عندنا، بس مش الليزر العادي، البلسط هاي انتنستي ليزر، ماشي، افكتف بالنسبة لحالات الانديوميتريوزيس، بيقلل بين، بيقلل الاديشن، وبالتبعية ده في الاخر بيرزلت ان امبروفينج الكواليتي اوف لايف. يبقى احنا تاني عشان نتكلم عايزين نقول ان الانديوميتريوزيس في الفترة الاخيرة اصبح لينا شغل معاهم. احنا كنا في الاول مجرد شخص بنشتغل على بين، لا، احنا دلوقتي بنشتغل على functional activity، بنشتغل على adhesions، بنحسنها، بنايدنج في الحالات اللي هيتعمل لها in vitro fertilization، ان انا بخللها تبقى موبايل كل الاريا الاورجنز في البلفس، فبالتبعية ممكن تجين good result اكتر، والبريجننسي ريت هيبقى عالي. انا اتمنى لكم التوفيق، اتمنى ان احنا الفيلد بتاع الانفيرتيليتي يبقى لينا شغل فيه كتير، مع اطيب امنياتي بالتوفيق لكم جميعا. امل يوسف.